مهدي ابن العاشرة وزميله علي من ذوي الشهداء التحقا بالدورات القرآنية الصيفية في كربلاء التي نظمها معهد القرآن الكريم في العتبة العباسية المقدسة، وتكريما لهما ولتضحيات آبائهما عمد المعهد إلى تكريمهما كبادرة لتقديم الدعم المعنوي لهما والاستذكار الأبطال الذين ضحوا بأرواحهم من أجل إنقاذ العراق. اليوم جمعنا هؤلاء الأطفال كيما نذكر أن الشهادة والدفاع عن الوطن هما من أهم الصفات التي ينبغي يتحلى بها المواطن، فجمعنا مجموعة من الأطفال مع زميلين من زملائهم من ذوي الشهداء، وقد تم تسمية القاعات الدراسية التي فيها هذين الطفلين باسم شهيدين من أجل أن نخلد أولا ذكراهما، وكذلك نعلم الأطفال منذ النشأ على أنه حماية الوطن والدفاع عنه هو غاية حميدة. أنا اليوم فرحان بسبب تكريمي الدراسة الصيفية معهد القرآن، وأنا افتخر أبوي شهيد للعراق. أشكر العتبة العباسية. فعالية نظمها المعهد بوصفها جزءا من نشاطاته التي تترجم رؤية العتبة العباسية المقدسة واهتمامها بذوي الشهداء، واستذكار القصص البطولية لأبطال المعارك الذين لبوا فتوى المرجعية الرشيدة في النجف الأشرف.